قالت مصادر عسكرية إن قوات ألوية العمالقة سيطرت على جبل بلبوم ووصلت إلى مشارف مفرق الحمى. وأكد المصدر أن قوات العمالقة تواصل تقدمها بشكل ثابت وقوي، محققة انتصارات كبيرة. وأشار المصدر إلى أن جبل بلبوم بات محررا بفضل تقدم قوات العمالقة، ولم يعد يفصلهم عن مفرق الحمى الاستراتيجي سوى مسافة نصف كيلومتر فقط.